نشرة الأخبار من قناة سهيل، والبداية بالعناوين. ميليشيات الحوثي تفرج عن قيادة الدائرة الطلابية لحزب الإصلاح بعد نصف شهر من اختطافهم. سلسلة بشرية في صنعاء للمطالبة بمحاكمة قتلة شهداء جمعة الكرامة ورحيل الميليشيات. من العناوين إلى تفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أفرج مسلحو الحوثي عن 3 من القيادات الطلابية في حزب الإصلاح بعد قرابة أسبوعين من احتجازهم في سجن الأمن السياسي الذي يديره حاليا الحوثيون. والقيادات التي أفرج عنها اليوم هم حبيب العريقي رئيس دائرة الانتخابات بالإصلاح بالأمانة، وكذلك قيادة المكتب الطلابي لإصلاح الأمانة علي الحدمة وأنور الحميري، وذلك بعد 3 أيام من إفراجهم عن المختطف الرابع محمد الصبري. وكان حزب الإصلاح قد سمى في وقت سابق الأربعة المختطفين ممثلين عنه في الحوار في خطوة وصفت بالجيدة. نفذ طلاب كلية التربية بزنجبار أبيان وقفة احتجاجية للتنديد بالانقلاب الحوثي وتأييدا لشرعية الرئيس هادي، كما أدان المحتجون تحويل الحوثيين مؤسسات الدولة غنيمة لمسلحيهم وتدمير ما تبقى من رمزية للدولة اليمنية. واستنكر الطلاب ما تعرض له أعضاء الدائرة الطلابية للإصلاح من إخفاء قسري من قبل الحوثيين لأكثر من نصف شهر، محذرين الميليشيات من التضييق على الحريات وانتهاك الحقوق المكفولة قانونا ودستورا. خرج طلاب جامعة تعز اليوم في مسيرة حاشدة لرفض الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق الرافضين لإجراءاتها الانقلابية وغير الشرعية والمتمثلة بمصادرة سلطات الدولة ونهب مؤسساتها. ودعا طلاب جامعة تعز جميع اليمنيين إلى التوحد لمواجهة غطرسة الميليشيات وإنهاء سيطرتها على القرار السياسي والوقوف في وجه حوثنة المؤسسات وإقصاء الكفاءات. إلى ذلك قتل 2 من رجال الأمن بتعز وجرح 4 آخرون في اشتباكات مع مسلحين مدنيين بمنطقة بير باشا. وقال شهود عيان إن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن وأفراد عصابة مسلحة كانوا يفرضون أتاوات على سائقي الباصات، وأن رجال الأمن تمكنوا من القبض على 2 منهم. هذا وأسفرت الاشتباكات عن تضرر عدد من المنازل. الصباح ويمنى انا اصطبح في البيت واسمع اطلاق نار كثيف، طلقت ناريه، اشوف 3 مسلحين داخل الزوق، العسكر جاءوا من هنا، دخلوا 2 من هذا المكان و2 من المكان الثاني، حاصروا المسلحين داخل الزوق، بعدين قام المسلحين كانوا يشتي يهربوا ما قدروش يهربوا، رجعوا للخلف حصلوا عسكري هنا 2 عساكر كونوا اللي هنا وهربوا 2، بقي واحد من المسلحين يشتي يهرب من الجهه الثانيه، قابل قدامه عسكري طلق طلقتين، عوروا حبه هنا وحبه بريق، العسكري طاح على الارض، المسلح هرب. بعد نص ساعه جاءوا العسكر، يعني بدنا نفس الوقت العسكر جاءوا شلوا هذاك اللي هنا الموجودين هنا، بقي اللي هو بالزغط ما عارف عنه. بعد نص ساعه انا جاي اشوف من الطاقه، اشوف الراجل يصيح بالزغط ما فيش احد، العسكري بالزي العسكري ويده يمكن مكون ودم يستلم منه وهو يصيح يقول يا ناس. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من مدينه تعز الصحفي تيسير السامعي. بداية تيسير، هل من حصيلة جديدة أو نهائية للاشتباكات التي شهدتها تعز اليوم، وما خلفية هذه الاشتباكات؟ أخي العزيز، خلفية الاشتباكات اليوم الذي راح ضحيتها 2 من جنود الشرطة وأصيب 4 آخرين، هي كانت يعني نتيجة اشتباكات بين المسلحين كانوا يقومون بفرض أتاوات على السائقين في فرزة الباصات في منطقة بير باشا، وذهبت هناك اللجنة القوات الأمنية قوات الشرطة، وقام هؤلاء المسلحين بإطلاق النار على قوات الأمن ما أدى إلى حدوث الضحايا.
لكن قوات الامن قامت بعد ذلك بمحاصره هؤلاء المسلحين والقبض عليهم، وهم الان ان شاء الله رهن التحقيق وسيقدمون للعداله لينالوا قدام العادل ان شاء الله. نعم تيسير، اذا تطرقنا الى موضوع اخر، الفعاليات والرافضه للانقلاب، هل هناك جديد في هذه الفعاليات اليوم في تعز؟ كما تعلم اخي الحبيب انه تعز هي يعني تعيش حراك ثوري مستمر يومي شبه يومي. غدا ان شاء الله سيكون هناك مسيره حاشده، ان شاء الله ستكون مسيره ضخمه احياء لذكرى الرابعه لجمعه الكرامه، ونتوقع ان يكون هناك حشد كبير جدا كون هذه الذكرى تمثل نقطه مفصليه في تاريخ ثوره 11 فبراير. وهناك استعدادات كبيره لهذه المسيره ان شاء الله. ان شاء الله نتوقع انها تكون حاشده وتعبر عن الالق الثوري الذي تعيشه مع محافظه تعز. نعم اذا هي حراك ثوري مستمر في مدينه تعز. الصحفي تيسير السامعي كنت معنا من مدينه تعز، شكرا جزيلا لك. نجا المحامي عبد الرحمن برمان من محاوله اغتيال بحرم المحكمه والنيابه الجزائيه المتخصصة بالعاصمة صنعاء من قبل ثلاثة من حرس المحكمة يرتدون زي الأمن المركزي، وذلك عندما حاول أحد الجنود طعن المحامي برمان ثلاث مرات بجنبيته. وقال برمان في تصريح لقناة سهيل إنه تقدم بشكوى إلى رئيس النيابة والذي أحالها بدوره إلى وكيل النيابة للتحقيق في حادثة الاعتداء. يذكر أن هذه الحادثة تأتي بعد يوم من قيام جندي بقتل المحامي محمد غالب صلاح أمام بوابة محكمة جنوب شرق العاصمة. في هناك جندي يعني دائما كلما وجدني في المحكمة يحاول يعني يتحرش بي يحدث أي مشكلة، وكأنه يظل يتبعني في أينما ذهبت وجدته أمامي. يعني اليوم يعني حاول أن يأخذ مني التلفون، وكان أمام وجد دخلت عند وكيل النيابة وانتهى الموضوع. عندما خرجت الى الباب وجدت الجنود، يعني هو اخذ مع زملائه، عندما اتيت اخرج يعني من الباب منعني من الخروج، وبادر احد الجنود يعني بجنبي كانت في يده حق تبع احد المراجعين، ويعني طعني بالمره الاولى وكنت انا اعود الى الخلف وكانت الجنبيه يعني لا تصل الي، والمره الثانيه ايضا، حتى من المره الثالثه ان انا انعوشت هكذا حتى لا تستطيع الجنبيه ان يعني ان تصل ان تقع فيني. يعني بعد ذلك كان هناك يعني مدير المحكمه تدخل ومنع عمليه الاعتداء، وعدت الى النيابه وقدمت بلاغ. يعني حتى هذه اللحظه لا زال الجناه لا زالوا موجودين في اماكنهم وفي عملهم، لم يتم اتخاذ اي اجراء، وانما تم احاله الموضوع لاحد اعضاء النيابه لاجراء التحقيق يوم غدا. يعني وهذه هي جريمه شروع في قتل، وانا يعني احمل النيابه العامه مسؤوليه الاستمرار يعني القيام بالتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونيه. يوم امس قلت لاحد الزملاء المحامين امام محكمه بجوار هذه المحكمه يعني اللي تبعد حوالي 2 كيلو متر على يد الجنود، وهم كانوا يطاردوا احد المتهمين، فقلت لاحد المحامين يعني المحامين اليوم يتعرضوا لانتهاكات، النشطاء الحقوقيين يتعرضوا للاعتداءات، يعني اصبحت حياتنا مهدده بالخطر، ولكننا سنظل مستمرين وسنتابع قضايانا وسنتابع قضايا المظلومين وقضايا المنتهكين، ولن نتوقف ابدا مهما كانت الاعتداءات. نفذ المئات من شباب الثوره صباح اليوم سلسله بشريه داخل جامعه صنعاء احياء للذكرى الرابعه لمجزره جمعه الكرامه، وطلب المتظاهرون بمحاكمه القتله ورحيل الميليشيات التي انقلبت على الثوره وخانت دماء الشهداء. وأكد شباب الثورة على استمرار الثورة الشبابية السلمية حتى تحقيق أهدافها، وفي المقدمة بناء الدولة المدنية الحديثة. على مبادئنا وعلى نهج ثوارنا خرجنا اليوم داخل الحرم الجامعي لنرسل رسالة أننا ماضون على درب الشهيد، وأن المعتقلين خلف الأسوار حماسهم بيننا وصمودهم يوزع علينا، فنحن اليوم نثبت من ثباتهم ولن يهنأ لنا بال حتى يحاكم القتلة ويسجن الجلاد. مطالبنا ترحيل الميليشيات وإخراج الميليشيات وإعادة هيبة الدولة ممثلة بالشرعية، ونطالب بالقصاص لشهداء جمعة الكرامة، والقاتل الوحيد هو علي عبد الله صالح بكافة أركان نظامه وحكمه ما قبل 11 فبراير. نقول لهم نحن على الدرب سائرون، لن ننكسر، لن نخاف،
لن نخاف من السجون ولن نخاف من هذه الميليشيات، سنعمل جاهدين. هذا وجددت أسر أهالي شهداء جمعة الكرامة مطالبتها بمحاكمة القتلة والقصاص منهم. جاء ذلك خلال معرض صور نظمه شباب ثورة صباح اليوم في العاصمة صنعاء إحياء للذكرى الرابعة لمجزرة جمعة الكرامة. وتضمن المعرض صورا للشهداء الذين ارتقوا برصاص مسلحي النظام في 2011، وأكد المشاركون على استمرارهم في النهج الثوري والسير على درب الشهداء. عذبني لها 4 سنين من حين قتلوا ولا نصفوا لنا في حاجة، والقتلة ما بيتمتعوا فاليمن على كيف ما يشتوا، ويا لهم من مزيد. إحياء لذكرى جمعة الكرامة وتأكيدا وفاء لشهداء الثورة أننا مستمرون على دربهم ولتحقيق أهداف الثورة التي لم تكتمل بعد، ونؤكد للقتلة والمجرمين بأنهم لم يفلتوا من العقاب طال الزمن أو قصر. فإحياء الذكرى هي وفاء للشهداء واحتفال رمزي لا يليق بهم صراحة، ولكنه احتفال يخلد هذه الذكرى العظيمة التي احتفرت بدماء اليمنيين ومعمدة بدماء الشهداء الزكية. أعلن شباب الثورة بمحافظة الحديدة تدشين أسبوع شهداء الكرامة إحياء للذكرى الرابعة للمجزرة، وتتضمن الفعاليات مسيرة مليونية تنطلق من مختلف مديريات محافظة الحديدة في الريف والمدينة. وأكدت اللجنة التنفيذية لشباب الثورة ومجلس التنسيق لشباب الثورة المستقل وكافة المكونات التهامية والحراكية إلى إعلان العديد من الفعاليات تبدأ من مساء يوم غد الأربعاء، وكذلك إحياء صلاة جمعة اسمها جمعة شهداء الكرامة. كما سيقام معرض صور لمسار الثورة والتغيير بمدينة الحديدة وصور شهداء الكرامة وجرحاها، إضافة إلى إقامة العديد من الوقفات الاحتجاجية والسلاسل البشرية. منع مسلحو جماعة الحوثي اليوم محمد الميتمي وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة المستقيلة من السفر إلى خارج البلاد. وقال مصدر مقرب من الميتمي إن مسلحي الحوثي في مطار صنعاء الدولي منعوه من السفر إلى خارج البلاد وصادروا جوازه دون أن يوضح الجهة التي كان الميتمي متوجها إليها. أكدت مصادر محلية أن انفجارا عنيفا هز مدينة إب صباح اليوم الثلاثاء وأدى إلى أضرار مادية كبيرة. وأوضحت المصادر أن الانفجار ناجم عن عبوتين ناسفتين زرعتا في محيط معرض للسيارات في الضاحية الشمالية لمدينة إب، وأدى إلى احتراق قرابة 6 سيارات دون وقوع ضحايا في الأرواح. وتشهد مدينة إب ارتفاعا في معدلات العنف، إضافة إلى انفلات أمني مريع منذ اجتياح الميليشيات الحوثي للمدينة قبل 5 أشهر. كنكون قلب الحافلة هذه اللي وراء المعرض، يعني جحش المعرض آخر. أسمع الانفجار الأول والثاني والحافلة سوا به كذا وكذا. والزنجة حق المعرض ارتعش وراح يروح للشارع، انفجار شديد الاول والثاني. تمام، اقوم عين النار تشعل من داخل المعرض. شكى عدد من العائدين الى السلك العسكري والامني بمحافظة عدن والمشمولين بقرار رئيس الجمهورية من التلاعب والمماطلة في إجراءات القبول والاستقبال. وتجمع المئات منهم أمام إدارة أمن محافظة عدن وأمام قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بملفاتهم، مطالبين الجهة المسؤولة التعامل معهم بجدية. كما ناشدوا رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي باتخاذ الإجراءات اللازمة بتطبيق قراره وإخراجه إلى حيز التنفيذ. احتفلت اليوم النقابة العامة للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين اليمنيين وبالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية في جامعة صنعاء باليوم العالمي للخدمة الاجتماعية، والذي أقيم هذا العام تحت شعار تعزيز كرامة وقيمة الإنسان. وتخلل الحفل العديد من الكلمات والفقرات الفنية التي سعت إلى إبراز أهمية الخدمة المجتمعية في علاج الإشكاليات المجتمعية من خلال التخطيط.
تعتبر الخدمة الاجتماعية مجالات واسعة من وذات أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع اليمن، في ظل المجال الأسري، في مجال الطفولة، في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، في مجال العمال، وفي كل الفئات. فتعتبر الخدمة الاجتماعية والأخصائيين الاجتماعيين أهمية ضرورية لدراسة ومعالجة المشكلات الاجتماعية. المورد البشري هو أفضل مورد ممكن نستغله على مستوى بحيث خاصة في الدول الفقيرة أو في الدول النامية زي مجتمعاتنا العربية. فلابد الأخصائي الاجتماعي الممارس لخدمة الخدمة الاجتماعية دائما يعمل جاهدا على استثمار الطاقات الكامنة، لأن كل إنسان سواء كان إنسان أو جماعة أو مجتمع، كل إنسان لديه طاقات كامنة محتاج من يكتشف هذه الطاقات ثم يعمل على توظيفها في تحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع بتاعنا. حيث إن الخدمة الاجتماعية لها تحتوي على عدة مجالات: المجال الطبي، المجال الأسري، المجال المعاقي، ومن ضمنها مجال تنمية المجتمعات الريفية. هذه كنت أنا مشرفة بالأستاذة سمر الرداعي عليه، وكانت الفكرة بسبب الاغتراب الريفي وكذلك ترك الأشياء التقليدية والريفية التي تخص المجتمع اليمني بالأخص. تحت شعار السعيدة بحلة جديدة، قام اتحاد الكليات الإنسانية في جامعة العلوم والتكنولوجيا مهرجان ساكنة قلبي. المهرجان الذي ينظمه قسم البنات بالاتحاد سعى إلى ترسيخ حب الوطن وتعزيز الانتماء الوطني في نفوس الطالبات، وكذلك التعريف بدور المرأة في بناء المجتمع. انطلاقا من أوضاع اليمن الحالية وما نعانيه اليوم، تجسيدا لكلمة لنكون أمة واحدة مهما اختلفنا، مهما تشتتنا، فنحن يملكنا وطن واحد. أيضا كان الهدف توعية الطالبات وتوعية الشباب المسلم ماذا دوره اتجاه وطنه، وما دوره اتجاه ماذا سيعمل من القادم للشباب عامة وللمرأة خاصة. احنا كاتحاد بنقوم بتوعية زميلاتنا، لان هي الان تخرج من الجامعة، اول خطوة لها هي تخرج من الجامعة، هذا هو النقطة الاولى اللي تبدأ فيها بناء الوطن، فاحنا بنزرع حب الوطن فيها اولا عشان ان شاء الله باذن الله هي تكون لها اليد العليا في انها تبني مستقبل هذا الوطن. تمكنت إدارة البحث الجنائي بمحافظة الحديدة من ضبط واسترداد أدوات منزلية وعطورات وشاشات وأجهزة لابتوب قيمتها 3,800,000 ريال أثناء قيام العصابة التي سرقتها ببيعها على المحلات التجارية. كما تم ضبط عصابة لسرقة المواطير الزراعية بقيمة تقدر ب15 مليون ريال، إضافة إلى ضبط متهم بسرقة 20 مليون ريال من معسكر الدفاع الجوي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: ميليشيات الحوثي تفرج عن قيادات الدائرة الطلابية لحزب الإصلاح بعد نصف شهر من اختطافهم. سلسلة بشرية في صنعاء للمطالبة بمحاكمة قتلة شهداء جمعة الكرامة ورحيل الميليشيات. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة سهيل. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سهيل.net، كما يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.